طيب شروق من أبها، تفضل أختي شروق. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، مختصر السؤال تفضلي. أختي أجهضت في الشهر الأول، هل عليها صلاة؟ أسقطت في الشهر الأول، نعم، هل عليها صلاة؟ فضيلة الشيخ، أسقطت أختها في الشهر الأول، هل عليها صلاة؟ إذا كان السقط قد بلغ 81 يوما فأكثر فإنها تعتبر نفسا، إذا نزل عليها دم بعد سقوطه تكون نفسا، ليس عليها صلاة. أما إذا كان دون 81 يوم، في آخر 40 الثانية وحصل عليها دم، فهذا نزيف، لا تترك من أجله الصلاة. نعم.